بسم الله اللهم صل على من هشقت الأسرار وفارقت الأنوار وفيها سقت الحقائق وتزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فمدركه مما سابق ولا لاحق ورياض الملكوت بذهب جماله مونقة وحياة الجبروت بحيد أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذن الواسطة لذهب كما قيل المصوب صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك جامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك من يديك اللهم ألحقني بنسبه وحقني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكره بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حلاتك حلم محفوظ بنصرتك وعلي على الباطل فأدمغه واسجني في بحار الأحادية وشني من الحال التوحيد وأغرقني في بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها وجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن أسمع ندائي لما سمت به نداء أبيك سيدنا زكريا آل السلام وصرني بك لك وأيدني بك لك اجمع بيني وبينك واحل بيني وبين غيرك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.